طيب لما نيجي نقول ان الجانب المصري دايما بيؤكد على الرفض القاطع للتفريط في اي شبر من اراضي سيناء، بيؤكد دايما على ان حل القضيه بشكل او باخر على حساب دول الجوار ده مش وارد ابدا، ده بيؤكد على حقوق الفلسطينيين في ارضهم وبيؤكد على استمرار القضيه. بالتأكيد يعني إسرائيل تصدر أزمة الآن لدول الجوار، وأقصد هنا بالتحديد مصر والأردن، بحكم مصر جوارها من قطاع غزة والأردن من الناحية الشرقية الضفة الغربية. فبالتالي لا يوجد، وأنا أؤكد لك لا يوجد في العقل الفلسطيني يعني تهجير ونكسة ونكبة في 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 في, في هذا العدوان، يعني بمعنى انه لا يوجد في الفكر الفلسطيني اي خروج من الارض الفلسطينية لا للتهجير. الغزيين الموجودين في غزة الان اللي مساحتها حوالي 360 كيلو متر مربع، يعني مساحة صغيرة بيسكن عليها ناس حوالي 200 و300 ألف نسمة، مش جميعهم غازيين، هم كانوا مهجرين من 67 و48. فبالتالي لا يوجد في الفكر الفلسطيني أي تهجير، ونؤكد أننا مع الموقف المصري وداعمين ونحترم السيادة المصرية في هذا الخصوص، لأنه لا يوجد يعني بلد للفلسطينيين سوى فلسطين وأرضها المحتلة. الاحتلال هو سبب المشكلة، وليس سبب المشكلة هو هجوم حماس أو تدعيش القضية الفلسطينية، السبب هو الاحتلال. هناك مقاومة، هناك جناح عسكري قام بمقاومة الاحتلال، يعاقب الجميع في 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 من الشعب الفلسطيني. فبالتالي لا يوجد حماية دولية، لا يوجد معايير دولية تبني عليها القيادة السياسية الفلسطينية والقيادة المصرية. هناك ازدواجية وخلط للمعايير كلها، وتشويه للقضية الفلسطينية، تشويش من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الغرب، حتى مسيطرين على الأداة الإعلامية. إسرائيل تتحكم في الأداة الإعلامية. من يومين فقط تم قطع الأنترنت عن قطاع غزة بالكامل، لا تجوال ولا نت ولا أرضي، فبالتالي أصبح هناك المشهد مريب. يعني بمعنى أن إسرائيل ماذا تريد؟ أن تعطي الأداة الإعلامية تعطيها، وبالتالي الشعب الفلسطيني لديه ابتكارات، بدأوا عن طريق مكبرات الصوت، عن طريق المساجد للمواصلة، أو عن طريق اللاسلكي. فبالتالي لا، هناك موقف واضح من الشعب الفلسطيني تجاه القضية، ولا يحرجون مصر ولا يريدون أن يرحلوا من بلدهم. نحن صامدون، يعني سنخرج من فلسطين بخروج أرواحنا. ربنا يحفظكم ويحميكم.